اتعملت على مرحلتين، يعني مرحلة أولى وبعد كده ما كانش في استجابة يعني معينة، فدخلنا بشكل كويس أو بشكل سريع يعني في العملية الثانية. لكن كل اللي واصل لي دلوقتي من تقريرات طبية إن هو خلاص إن شاء الرحمن يعني أسبوعين ثلاثة ويبقى معانا بإذن الله. أسبوعين ثلاثة هيبقى إن شاء موجود في الرحمن الفريق بشكل بإذن الله كامل. إن شاء الرحمن. طيب لو محمد محمود وإصابته مرة أخرى بالنسبة لك كانت بتمثل إيه؟ محمد من الناس اللي بحبها جدا، مش عشان المستوى الفني بس، يمكن هو واخد انطباع عند الناس كويس قوي قوي على المستوى بالظبط. الفني، لكن انا بتكلم كمان على المستوى الشخصي. محمد دماغ تحترمها، تحترمها قوي، رغم ان هو صغير في السن، لكن حد تحس ان انت بتتكلم مع واحد عاش خبرات كتيره قوي، عنده ثقه في نفسه ما شاء الله عاليه جدا، عنده ثقه في قدراته وامكانياته. لكن بيبقى وارد في الكوره او وارد في الدنيا بشكل كويس يعني او بشكل كتير، يعني ان انت ممكن تلاقي في بداياتك بتتعطل شويه، سوء توفيق شويه، حصل مع حجازي، حصل مع ناصر ماهر، حسني عبد يعني ربه لو تفتكر برضه. حصل مع ناس كتير يعني. تمام، لكن انا متاكد انه هيرجع اقوى مما كان باذن الله لامكانياته وقدراته ودماغه وطريقه تفكيره. احترافي من الدرجه الاولى يعني، يعني هتبص تلاقي نوم بدري، ما بيخرجش بره بيته، ملتزم جدا في مواعيده، بيجي بشكل منضبط جدا، ملتزم جدا، بدري جدا، بيتعامل بشكل احترافي رائع جدا، يعني بيعرف يتكلم ازاي، طريقه كلامه، اسلوب كلامه، فانت بتتكلم مع عقليه النادي الاهلي. حظنا وحش قوي ان هو اتعور في وقت مرة تانية. كنا محتاجينه جدا السنه اللي فاتت، حظنا اوحش ان هو اتعور في وقت برضه يعني الراجل كان عنده عجباني طباع. قوي الصورة دي برضه. ده هو ده يعني اللي انا بقوله، ترجمه اللي انا بقوله بالظبط. فربنا يكرمه ان شاء الله ويرجع يعني. طيب عندك ثلاث لاعبين